ايوه اتفضل، سني ولا شيعي؟ شيعي؟ شيعي للاسف. شيعي للاسف؟ للاسف شيعي. والله ما قابل. اي والله شيعي. ليش؟ والله ما قابل هذا الدين، ما قابل دي والله العظيم. ما شاء الله عليك، الله الله يشرح صدرك للحق يا من حبيبي. فضلكم من اي والله. تفضل. اسمعك اسمعك، شيخ تفضل. رامي، ايوه يا حبيبي، رامي معاك وانت في السلام البث. عليكم شيخ رامي. وعليكم حبيبي السلام، شيخ رامي جزاك الله خير. انت في البث انا المباشر يا شيخ حبيبي. من العراق. اسمك ايش؟ اي نعم، انا ابو عبد الله. حياك الله يا ابو عبد الله. تفضل يا ابو عبد الله. حبيبي شيخ رامي، والله انا متابعك، متابع برنامجك. اتشرف بك يا ابو عبد الله والله. ما هو الموضوع اليوم؟ ما فيش مواضيع اليوم، المجال مفتوح ليك، تكلم انت فيما تريد. انا سمعتك بتقول انك شيعي، ووالله لست بقابل لهذا الدين. نعم انا نادم لاني شيعي، وان شاء الله ان شاء الله ساهتدي. الله اكبر. من العراق يا ابو عبد الله؟ اي والله، لانه اللطم خزانه شيخ. تعال شوف شوارع مملئه باللطم والله العظيم. والله يا ابو عبد الله انا اتكلمت لا في الموضوع ده امس، اتكلمت في الموضوع ده امس يا ابو عبد الله والله. قلت لهم حرام عليكم، الساعه 12 بتصل على والله شخص حرام. الساعه 12 صباحا، سمعت عنده موقف في الشارع، او هو اتصل بيا امبارح الساعه 12 صباح. قلت له حرام عليكم، افرض شخص مريض تؤذوه بهذه الطبول ليه؟ تؤذوه بهذه النائحات اللي انتم مستاجرينها، الرجال هؤلاء النائحات المستاجره ليه؟ تؤذوه بهذه الاصوات وهذا التدبير ليه؟ ليه حرام عليكم؟ هل دعوه الحسين كانت للاصلاح ولا لايذاء الناس؟ اتفضل. شيخ هذا السبب البعد عن كتاب الله، البعد عن أيوة كتاب الله. الله، احنا ابتعدنا عن كتاب الله. اي أيوة والله يا ابو عبد الله. للاسف. الله والله يهديهم. ماكو كتاب الله، ما له ذكر ابدا بالحسينيات، ما له ذكر. فقط حسين عباس، هاي القوم وطبر وتروح للجنة، هاي اللي علمونا. والله والله حسبنا الله ونعم الوكيل يا ابو عبد الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب ايش رايك يا ابو عبد الله تعلن هدايتك معنا الان؟ انا اتواصل وياك ان شاء الله. نعم تحب تعلن هدايتك معنا الان؟ ان شاء الله. طيب الله اكبر. طيب يا ابو عبد الله قل معي، اشهد ان لا اله الا الله. عفوا اخو، ماكو يعني يستمعوا لي فد، لانه خطره السالفه. لا خطره خطر عليك؟ يعني نعم. طيب خلاص، ايش رايك تتواصل معي في الخاص افضل؟ انا سبق راسلتك الظهر، ما اعرف ما وقت البث، الان عرفت وقت البث، ان شاء الله ساتابعك. طيب لو تحب تتواصل معي بعد البث وتنطق مع الشهادتين واعلمك الصلاه والوضوء نعم الى بعض. ساشهد الشهادتين. نعم 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 ساشهد الشهادتين. الان ولا متى؟ الان الان. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. واشهد ان محمد رسول الله. واشهد ان محمد رسول الله. ورضي الله عن الصحابه. ورضي الله عن الصحابة وأزواج النبي. وأزواج النبي. الله أكبر الله أكبر، هنيئا لك يا أبو عبد الله. الله الله أكبر أكبر الله لا أكبر، إله إلا كبروا الله يا لا أهل إله إلا التوحيد. الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد. لله الله أكبر الحمد لله الحمد لله. من فضل الله فضلكم، والشيخ وليد إسماعيل. من فضل الله، من فضل الله ثم من فضلكم. الله أكبر، هنيئا لك يا أبو عبد الله والله. الله أكبر، أسأل الله أن يبارك لله. في عمرك. الحمد لله الذي هدانا. أسأل الله أن يبارك في عمرك. الحمد لله الذي هدانا. أنا هسجل رقمك الآن عندي يا أبو عبد الله، هسجل رقمك عندي الآن وهرسل لك الوضوء الصحيح والصلاة الصحيحة، وهكون على تواصل معك إن شاء الله لتعليمك أمور دينك بإذن الله تبارك وتعالى. حبيبي شيخ رامي أشكرك أشكرك، جزاك الله ألف خير. وإياك وإياك، هنيئا لك والله، هنيئا لك، الحمد لله الذي أخرجك من الظلمات إلى النور. منكم الله فضل، الفضل الله أول وإلكم ثانيا. حياك الله أبو عبد الله، المفروض بنقول الفضل لله أو لله ثم لكم. الله يسعدك يا أبو عبد الله ويبارك فيكم. ثم نعم نعم ما شاء الله عليك يا أبو عبد الله، هنيئا لك. أحسنتم إن شاء الله. راسلني الآن يا أبو عبد الله، راسلني الآن وقل لي أنا أبو عبد الله، حتى أرسل لك رقمي الخاص إن شاء الله.
اي ماشي ان شاء الله ان شاء ان الله. شاء الله. جزاك الله خير يا ابو عبد الله، جزاك الله خيرا، شكر الله لك. اهلا مع اهلا السلامه. مع وسهلا السلامه. الله شيطاني، اكبر اهلا الله وسهلا. اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، الحمد لله الذي اخرجه من الظلمات الى النور في هذا السن، وخرج من الظلمات الى النور فعلا يا عقلاء الشيعة. ونحن غدا عاشوراء، غدا عاشوراء، ليله عيسى، ليله حزينه وليله مليئه بالشركيات والضلالات والبدع في العراق، تعس وغم وهم. والله الحسين لو كان عايش ما كان عمل كده. ابن الحسين الامام اللي بعده زين العابدين اللي كان معه في كربلاء ما عملش اللي انتوا عملتوه بعد استشهاد الحسين، مع انه حضر واقعه الطف وراى قتل ابيه، بس ما عملش اللي انتوا عملتوه. اللهم اهد الشيعه يا رب، وخذ بايديهم الى نور التوحيد. بكره واليوم غم في العراق وهم، وازعاج للجيران، وازعاج في الشوارع والطرقات. حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم اهد الشيعه وخذ بايديهم الى نور التوحيد. هنيئا لك يا ابو عبد الله، الحمد لله، هذه ليله فرح وسرور لك ان الله اخرجك من الظلمات الى النور.